يا اهلا بالناس الحلوين الكبار والصغيرين. النهارده جايب لكم حدوته حلوه جدا. وقبل ما ندخل في الحدوته ونعرف التفاصيل، انتوا بتتفرجوا على برنامج نون مع محمد المشد. وقبل ما ندخل على الحدوته ندخل على الابطال. عاملين ايه؟ الحمد لله. مين عايز يسمع الحدوته؟ انا. اتفقنا، جاهزين للحدوته؟ اه. كان يا مكان في زمن من الازمان، ولا يحلى الكلام الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شطار انكم صليتوا على النبي. كان مره في بنوته صغنطوطه اسمها منة. البنوته دي ماشيه مع مامتها، ماشيين في الشارع، لقوا ايه؟ ست كبيره غلبانه قاعده على الرصيف، وحاطه قدامها صندوق صغير وحاطه عليه ايه؟ بسكوت قليل خالص، هو ايه دوبك علبه فيها كام باكو. فراحت مامتها، مامت منة، قالت لها ايه؟ تعالي لما نشتري. هو البسكوت بخمسة جنيه، الباكو بخمسة. راحت مامتها مطلعة 20 جنيه، كده كمان ايه؟ 8 4 بكاوي بسكوت. اديتها للست، وراحت يا عبد الله خدت باكو واحد ومشيت. فمنة سألت مامتها، انت ليه ما خدتيش الباقي؟ قالت لها علشان خاطر الست دي غلبانة وعندها أولاد شطار زيكوا كده حلوين، بس هم ما عندهمش فلوس إيه يجيبوا أكل ويجيبوا لبس حلو زيكوا. فمامة منة إدت لها الفلوس زيادة علشان خاطر تساعدها. منة فرحت، قالت لها يعني دلوقتي أنا في أولاد وبنات في سني، الفلوس دي لما أنت تساعدي مامتهم وده يساعد مامتهم هتجيب لهم بيها هدوم وهتجيب لهم بيها أكل ويروحوا المدرسة؟ قالت لها آه. فرحت جدا منة، قالت الله، طب وده كده اسمه ايه؟ قالت لها ده كده اسمه صدقة، ان انا اديت لها حاجة زيادة، حاجة ايه؟ من غير ما هي تطلب. فمنة وهي ماشية لقت عمه راجل كبير وتعبان وقاعد، وحتى مع قدامه ما فيش قدامه بسكوت خالص ولا بيبيع اي حاجة. منة كان في ايديها باكل بسكوت، قالت لمامتها، ماما عمه ده شكله جعان، انا هديله باكل بسكوت علشان خاطر ياكل. اديت له باكل بسكوت، راح دعالها، لا يا رب تنجحي وتبقي شاطره، تبقي كده زي ايه؟ خديجه، وتبقي زي عبد الله، وتبقي زي زينب وزي جنه. منة لما روحت قعدت تفكر، يعني انا النهارده ماما خلت الست الكبيره بقت مبسوطه واولادها هيبقوا مبسوطين، وانا ساعدت عمه واديت له اكل. طب يا ماما انا عايز اقولك على حاجه، بكره احنا ممكن ما نعديش من نفس الشارع ومش هنشوف لا عمه ولا هنشوف طنط الكبيره، مين هيساعدهم؟ انا عايز اساعدهم بقى. مامتها قالت لها، شاطره ان انت عايزه تساعد الناس، علشان خاطر اللي يطلع صدقه وزكاه بيساعد الناس فالناس تفرح فربنا بيحبه. بس منة قالت لها، بما ان كده بقى عايزين نجيب عمه وطنط ونجيب لهم مكان فيه بسكوت وفي شيبسي يبيعوا للناس ويبقوا كده بيشتغلوا. منة هو اللي معاها كام؟ 3 جنيه. معهاش، مفلسه هي كمان، مامتها بتجيب لها كل حاجه، لسه صغنطوطه. فرحت مامتها قالت لها، خلاص احنا نقول لاخواتك ولجيراننا نجمع كل واحد معاه فلوس، نجمع الفلوس ديت ونروح نساعد بيها الناس ونعمل لهم كده مكان صغير يبيعوا منه، يبقوا هما كده ايه بقوا بيبيعوا يكسبوا مكسب صغنطوط اه، بس احسن ما يبقوا مستنيين ايه؟ الصدقه. وبكده منة اتعلمت ان اللي يساعد الناس ربنا بيحبه. كده عايزين بقى نسال سؤال مهم جدا، مين جاهز للسؤال؟ انا. طيب نختار مين؟ نختار مين؟ حادي بادي انا. عبد الله، قول لي يا عبد الله، دلوقتي انت بتشوف بابا او ماما بيساعدوا الناس؟ ما شاء الله. طب احكي لي بيساعدوهم ليه بقى؟ بيساعدوهم عشان ربنا يحبهم. ما شاء الله، عشان خاطر الناس تفرح فربنا يحبهم. طب هما بقى بيساعدوهم ازاي؟ بيدوهم فلوس. ايوه. واكل وشرب. أيوة. وهدوم. ما شاء الله، عشان خاطر يبقى الناس لو عندها هدوم وحشه او مقطعه يلبسوا هدوم جديده زيك، واللي جعانين ياكلوا اكل حلو، صح؟ صح. فكده ربنا ايه؟ يحبنا، وكده الناس تبقى فرحانه، صح كده؟ صح. نيجي بقى عند سؤال تاني، مين جاهز للسؤال؟ أنا. اللي جاهز رافع ايده عبد الله جاوب، يبقى المرة دي هي جنى.
قولي لي يا جنى دلوقتي ينفع لما حد غلبان انا رحت اديت له فلوس اقول له خد الفلوس يا اللي غلبان يا اللي معكش فلوس يا اللي جعان واقعد اقول له كلام وحش؟ ما ينفعش طبعا. صح؟ صح. ده انا لو عملت كده هو يفرح ولا هيزعل؟ هيزعل. طب الصح ان انا لو حد غلبان وهدي له فلوس اقول له ايه مثلا او اعمل ايه؟ والله اتفضل ربنا يكرمك. شاطره جدا ان انت قلت له اتفضل، دي كده مؤدبه وربنا يكرمك، كده دعيتي له. لما حاجه كده لازم نتعلمها من ايه؟ البطله جنة، ان دلوقتي اللي يدي لاي حد مساعده ما ينفعش يقول له ان انا ساعدتك، عشان خاطر هو لو قال له انا ساعدتك كده اكنه ما ساعدهوش. ولا هتتريق عليه؟ ما هو كده برضه بيتريق فكده زعل. احنا اصلا بنطلع الزكاه علشان خاطر نساعد الناس والناس تفرح، لكن لو اتريقنا قلنا لهم كلام بالظبط، يبقى لو احنا ساعدناهم ففرحوا فاحنا بقينا مؤدبين معاهم كده ربنا يحبنا، لكن لو ساعدناهم قلنا لهم كلام وحش فزعلوا كده ما ناخدش الحسنات. احنا لو قلنا لهم كلام وحش ايوه كده ربنا هيزعل مننا ومش هيدينا حسنات، وكده كاننا ما تصدقناش. صح؟ وكده زعلنا حد، كده ما ينفعش نزعل الناس، احنا عايزين ربنا يحبنا. الحدوته دلوقتي يا زينب اللي احنا حكيناها كانت البنوته اسمها مي ولا وفاء ولا منى؟ منى. منى شاطره انت كده، لا نسقف لها عشان هي شاطره ومركزه وما شاء الله دماغها كده ايه مصحصحه. اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا اللي احنا دلوقتي اتعلمنا، ان احنا ندي للناس صدقه مش بس فلوس. عبد الله قال لبس او قال اكل او اي حاجه تساعدهم. تعرفي ان انت كمان ممكن زي ما كنت بسالك في الاول، لو جارتك طالعه ومعاها شنط فانت ساعدتيها وشلت الشنط كده تاخدي حسنات، لان انت كده تصدقتي بقوتك. انا مثلا ايه شايله حاجات طالعه نساعدها. طب ليه بقى تساعديها؟ عشان ربنا يحبني. شاطره، لان انت لما تساعديها كانت ايديها وجعاها او مثلا طنط كبيره والسلم بيخليها تتعب. صح؟ انت لسه ما شاء الله بطله شباب كده فتساعديها. صح؟ صح. يبقى احنا كده اتفقنا الصدقة ممكن تكون بالفلوس، ممكن تكون بالأكل بالشرب بالقوة، وأهم حاجة ما نقولش كلمة وحشة بعد ما نساعد الناس. اتفقنا؟ ونساعد الناس عشان ربنا يحبنا. بالظبط. مش أيوة انت قلت بقى حاجة مهمة جدا صدقنا كنت ناسيها، في واحد ممكن يطلع صدقة، واخد بالك كده يا خديجة، عشان خاطر الناس تقول ان هو بيطلع، اللي هو الناس يقولوا ان هو معاه فلوس وبيدي الناس يساعدها، ده كده صح؟ غلط. كده ربنا كده يزعل منه. ليه؟ لان هو المفروض اللي بيطلع صدقه ما يخليش الناس تعرف يا عبد الله، واخد بالك؟ يعني انت مثلا لو رايح تساعد حد وهتدي له فلوس تديها له كده بينك وبينه. حمود قولي. انا مره برضه ماشي في الشارع ايوه لقيت راجل غلبان. اه طب معايا فلوس اديها له، وطلع انا عملت حاجه غلط. انت كده شاطره جدا، لازم عشان خاطر هي قالت حاجه حلوه نسقف لها، يلا نسقف. انت شاطره جدا قلت كلام جميل، هي قالت لنا دلوقتي كده ان احنا لما نشوف حد هنساعده وممكن ايه عشان خاطر ما يحسش ان احنا بنديله فلوس كده وخلاص نشتري منه حاجه بسيطه زي ما انت عملتي ونديله فلوس اكتر. اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا، طبعا احنا قلنا ربنا هيحبنا والناس هتفرح وهنساعدها ويبقى الناس زينا كمان عندهم لبس حلو وعندهم اكل. انا كمان لما اساعد حد انا كده بحس ان انا قوي، بحس ان انا معايا كتير، حتى لو انا اصلا معيش كتير بس بحس ان انا قادر اساعد الناس. تعرفي يا زينب اللي بيساعد الناس القوه بتبقى فيه كده، عارفه مثلا انت دلوقتي لو جيتي شلتي معايا حاجه مش انت من جواكي بتفرحي بتحس اللي هو الله انا ساعدت حد؟ مع الوقت كده يبقى انت قوي وتساعد ده فتبقى قوي وده يبقى اقوى وده اقوى. يبقى بس انت مش بتساعد الناس، احنا لما بندي للناس مساعده كده بنساعد نفسنا الاول، لان احنا اللي خدنا حسنات ولان احنا اللي بقينا اقوياء ولان احنا اللي ربنا بيحبنا. شفتوا بقى ان اللي بيطلع الزكاه كده بيساعد نفسه اكتر، يبقى كده اللي بيساعد الناس بيساعد نفسه اكتر. صح؟ صح. شطار، يبقى انا كده ساعدت نفسي اكتر وخليت نفسي كده ايه ده معقول انا اللي بطلع من جيبي وانا مثلا في جيبي فلوس بقت اقل؟ لا ده كده بقى انا بقت زياده لان ربنا حبني وبقت اقوى وربنا هيرزقني اكتر.
يبقى احنا كده بنعمل عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ونحب ربنا وما نعملش حاجه خالص. شطار، صلينا على النبي قلنا كده ان ربنا بيحبنا. وكده بقى كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا عرفنا ان اللي بيتصدق بيجي له منفعه اكتر. وعلى فكره بقى الصدقه ركن من اركان الاسلام. ان شاء الله الحلقه الجايه هنقول كل اركان الاسلام وهنجمع حاجات مهمه جدا، فهنستناكم تتفرجوا عليها. ولو عندكم اي مواضيع او اي نصايح عايزيننا نقولها انا واصحابي يا ريت تبعتوها لنا على فيسبوك وعلى انستجرام، وطبعا شيروا الحلقه لاصحابكم وتعملوا منشن عشان خاطر كلنا نساعد بعض. انت ممكن تتصدق بانك تعرف حد معلومه، صح؟ صح صح. يبقى كده احنا نقول لأصحابنا هنستناكوا في حلقة جديدة مع برنامج نون مع الأبطال ومع محمد المشد. هستناكوا في حلقة تانية جمعة وسبت بإذن الله. جاهزين تقولوا لأصحابنا مع السلامة؟ يلا مع السلامة. شهر الإحسان، شهر الإحسان.